حلقة جديدة من إيميل مي بلشت هلا، وأنا كتير سعيدة أكون معكم عم بقضي هالوقت تنقرأ سوا الرسائل ونتفرج كمان على الصور ونحتفل بالبيرثدايز. فإذا خلينا نبلش حلقتنا. أول رسالة معنا إياها وصلت لسات 7 كيدز بتقول ألف شكر يا أحلى قناة، ثانك يو كتير على الرسالة المهضومة. لقصة وحزورة بيقول مينا مكرم من مصر، تحديداً من المنيا. أنا طالب بكلية الفنون الجميلة، أختي اسمها كاترين مكرم رفائيل، بتحبكن كتير، ربنا يبارككن. تانكيو كتير لألك يا مينا أنا أخذت المبادرة تبعتنا رسالة نيابة عن أختك، نحن منحبكن تيناتكن كتير. لبازل بتقول الرسالة أنا كتير سعيد لاهتمامكم برسالتي، أنتو فعلاً محطة محترمة، ما حطتكم بتعطيني شعور بالأمان، خصوصاً هذا البرنامج الرائع، فهو لا يفرق بين مسلم ومسيحي، دروسكم تعليمية رائعة وأنا أطمئن لمشاهدة ابنتي لبرنامجكم وأحبكم كثيراً. رسالة عن جد كتير بتعني لنا وكتير منقدر وقتك أنك بعثت لنا هذا الرسالة، سلام لألك ولبنتك، ونتمنى كل برامج سات 7 كيدز تنال أعجابكم. قصة قبل النوم، هيدا رسالة لألي كاريتا بتقول مساء الخير، أنا ولادي من متابعين البرنامج الخاص فيك قصة قبل النوم، ربنا يبارككم كتير على القصص يلي بتقدميها. تانكيو ريتا، بتبعتلكم تحية خاصة وبوسة كبيرة. رسالة لعائلة يسوع بتقول جويس بتحبكم كتير وبتشكركم كتير على الهدية الرائعة يلي بعتونا إياها، ربنا يبارككم. تانكيو كتير وسلام وبوسة لألي كات جويس المهضومة. أما آخر رسالة وصلت لسات 7 كيدز بتقول أحلى قناة للأطفال، الرب يبارككم يا أبطال ويبارك خدمتكم. تانكيو كتير على الرسالة وعلى التشجيع الحلو يلي بعتوا لنا إياه. أما هلأ يا أصحابي، حان الوقت نروح ونحتفل كلنا سوا بالبيرثداي تبعكم، خليكن معنا. بيرثدي لأصدقائنا كرمينا نشأة نادي من الكويت وناتالي بولس حنا من كندا. هابي بيرثدي كمان لأصدقائنا من مصر، كيريلو السعيد يوسف، فيلو باتير ماجد وديع، ميكال مايكل كامل، ماروسكا باسم سمير، آن مينا رفعت، جولي جورج قدري، جورج شريف زكريا، لاتويا ريمون إسحاق، ماري صبحي خلف زاخر، جونير شنودة توفيق، يوانا جاك، جون مايكل ناجي، كيروس مينا رأفت ويليام، كيريلوس يعقوب عادل، كراس أسامة أيوب، جيروم جورج فؤاد، ميرولا رامي جاد موسى، ولاتويا مايكل ناجي. منتابع فقرة الرسائل، والرسالة رح أقريها هلأ وصلت لأنا وبنتي وبتقول برنامج بالمستوى والنقاش
بالمستوى كتير كتير عالي، حتى أني لم أحس بالوقت لمشاهدة الحلقة. طريفة وحركة وغنية، كتير كتير نحن نشكرك على هيدا الرسالة وعلى الوصف الدقيق للحلقة اللي حبيتيها وتبعتيها. لبازل بتقول: أود أن أشكر الرب على محطتكم وبالأخص برامجها التعليمية، هي بتشعرني بالأمان وكأني بالمنزل. حبيت فعلاً هذا البرنامج وتأثرت بشهادات الأطفال، خصوصاً عند تأكيدهم على حقهم بالتعلم باللعب وبالعيش. أتمنى لكم النجاح وليبارككم الرب بما تقدمونه لنا. مش معقول هالبرنامج عم بيأثر بأولاد كتيرة. أنا كتير فرحانة بكل رسائلكم وكل تشجيعكم لهيدا البرنامج. رسالة وصلت لقصة قبل النوم وبتقول: مرسي كتير على الهدايا الحلوة يلي بعتلنا إياها، ربنا يفرحك ويسعدك دايما، ضلك مبتسمة وفرحانة، أحلى ريتا بالعالم. ريتا كتير كتير بتقدر هالرسالة ومحبتكم الرائعة وبتشكركم كتير. رسالة وصلت لإيميل مي وبتقول: ربنا يبارك خدمتكم ويحفظ حياتكم بسلام، شكرا كتير على تمنياتكم وصلواتكم. لأبطال الكتاب بتقول: مرحبا، ربي بارك كل أعمالكم، شكرا لكم كارين وإلي بقول لكم هاي. آخر رسالة رح أقريها وصلت لعائلة يسوع بتقول: هاي، أنا بحب عائلة يسوع كتير لأنكم بتصلوا من أجلي. أنا يلي عندي كانسر بالدم وواثق إنه الرب يسوع حيكمل معايا. حبيبة أنت، أنا أول شيء كتير 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 بشجعك وبهنيك على إيمانك بالصلاة. لما نكون عم نصلي كلنا لشيء معين، أنا بآمن وبعرف وبأكد لك أنه يسوع بيشفي، وكان يشفي بالأمس وبعده اليوم ورح يضل الأبد يعمل عجايب. ما في أحلى من أنه كلنا نجتمع ونصلي لنفس الموضوع، الرب رح يشفيك، أنا بأكد لك. أنا بحبك كتير، وكل فريق سات سفن كيدز بيحبوك وعم بيصلوا لك. أما هلا يا أصحابي، خلونا نروح ونتفرج على صوركم، آخر فقرة بحلقتنا لليوم. أول صورة رح نتفرج عليها اليوم من نور أفرايم عدلي. ونور لابسة سبندرز وشميز مهضومة وماسك اللولي بوب بإيده وعم يبتسم من كل قلبه. صورة حلوة من أساف باسم عفت، وهو كمان هيك مصور بطريقة كتير حلوة وعنده ابتسامة ملائكية. صديقنا أندرو نديم شجراوي مبين قوي، مكتوب King of Cool، كتير كول هو ومهضوم. أنيلا باسم عدلي عم بترنم من كل قلبها بعيد الميلاد. بارتينا ميلاد زرجة صديقة مهضومة وحلوة كتير ولابسة معطف زهري اللون. براين بيتر قزمان كمان لبس ثياب كتير حلوين ومزبط شعراته وعم ياخد بوز غير شكل. جيسي جورج عبد المسيح مرزوق هي صبية كتير مهضومة وذكية وشعراتها كمان كتير حلوين، أنا ببعتلك تحية كبيرة. جويس أيمن، جويس صديقة منحبها كتير، بعتتنا صورتها وهي بالبيت، سلام لألك يا جويس. جونير أميل رياض فهمي عم تلعب بمدينة الملاهي بالسيارة الملونة الحلوة. وهيدا إيمانويل عوني مانع بالكنيسة عم بيرنم، مبسوط كتير هو وأهله. هولي كانوا كل صورنا يا أصحابي لليوم. نحنا كتير منشكركن على متابعتكن الدايمة لقلنا، ومنحبكن كتير كتير كتير. أكيد رح قلكن تابعونا بالحلقة الجاية للمزيد من الصور والإيميلز. أنا بحبكن. باي.